السلام عليكم ورحمة الله، صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انت بتتفرج علينا. في يوم جديد وحلقة جديدة وأول يوم تفتيح السنة دي داخل. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها، بنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا. النهاردة إن شاء الله أول يوم تفتيح الزغاليل، الحمد لله الزغاليل يعني رايق. بعد الحماة اللي احنا حملناها، بعد الشوية اللي هو المضاد الحيوي في قلب مسة المية، بعد القطرة اللي هي في عينيهم، الحمد لله الدنيا فاتت. طيب انا دلوقتي هزيت يعتبر الزغاليل قبل ما افتح لهم، يعني اللي انا عايز اربيه خليته، اللي مش عايز اربيه يعتبر مشيته كده، عشان خاطر انا بحب اربي طريقة الزغاليل خفيفة خفيفة. طول ما الزغاليل او طريقة الزغاليل اللي انت بتربيها خفيفة، طول ما عينك فيها مليون المية. لكن لو انت سايبهم 40 و50 يوم حمام بالهوجة، يوم حمام طاير معاهم بيشوط معاهم، انت مش عارف بتسلق بدري بدري. هي الناس بتربي عدد كبير عشان خاطر يقول لك يتصفوا شوية قليلين. لا يا عم، انا اربيهم شوية قليلين بس معمول معاهم الصح، احسن ما اربيهم كتار وكده كده يخلصوا مني بدري بدري. طيب النهارده ان شاء الله يعتبر اول يوم لتفتيح الزغاليل بتاعك، زي ما انا بكلمك من غير حلفان الدنيا صيام، فمش محتاج ان انا احلف لك واقول لك انا ايه دولت اول مره، لا، اي حاجه بقولها لك بمرض الله. نفتح لهم مع بعضنا كده مفهوم شال الاخضر كان سايب هنا في طريحه قديمه، وهو عشان الله اكبر واحد فيهم، وهو كان اعلى واحد في الطريقه ده اللي خليته اخضر بوش وصير وكده كده، يعني لسه بيتجرب اهو. بس فرده حموش عامل ازاي، ده اكبر واحد فيهم، ده انا سيبته اهو عشان خاطر اصلا ما فيش حاجه يعتبر من سنه اهو، ده كان باقي قلب طريحه رحنا سايبينه هنا، ده اللي يعتبر مفتوح له هنا اهو. بس الباقي كلهم هنفتح لهم كده اهو مع بعض كده، يعتبر على ايدينا ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب تعال نقول بسم الله ونتوكل على الله. لازم اهم حاجه بقى وانت بتفتح لطريحه زغاليل، اهم حاجه الهدوء، اهم حاجه الهدوء. طيب دلوقتي احنا هنفتح الاخضر ده، هو كده كده سايب ماشي، ده لسه اول يوم هيتفتح، ده لسه هيتفتح، ده كمان اهو، دولك كده يعتبر اول فتحان ليهم. طيب اهم حاجه الهدوء في طريحة الزغاليل. الزغاليل دي كلها شايله نفسها اهو، اليوم اللي قبله اللي هو امبارح ما كنتش مدي كلفة شبع وكليه والدنيا تمام، بس مش طابقين في قلب الكلفة اهو. دي حاجتكم يا جدعان، دولت يعتبر اصغر حاجة فيهم الحدس. نقول بسم الله ونتوكل على الله. طيب عشان برضو ايه ما نفضلش داخلين خارجين عليهم، ده كده اللي هلغيه بيهم. لو كنت ارملهم حبيتين كلفة ولا اي حاجة بدل ما يتحطوا على الارض اهو في قلب المكلف اللي على الارضية ماشي. نقول بسم الله ونتوكل على الله ونتفرج مع بعض كده كأنك قاعد بالظبط كده، ونشوف اجواء الزغاليل دي ونشوف الدنيا هتعمل معاهم ايه. الله واحد. بص 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 بقى اهو، بص عشان الشمس هناك اهو، نازلين على الشمس واحنا خفناهم وخليناهم ايه شوية قليلين لغاية ما ربنا يكرم. في كام زغلول تحت يطلعوا عليهم، يكونوا دول طلعوا ودخلوا
اللوفت يا جدعان اللي هو يعتبر لسان وطالع من طبليه الغايه ده بيبقى اخضر من اللي هو الرف. الرف كده كده بيبقى قاعد في اللوفت وبعد كده بيبدا اللي هو ينقل يطلع على الرف بتاعه. لكن ده شبكه امرايا وبيتفتح له منه للشارع، منه للشارع. خلي دماغهم رابطه برضه في قلب اللوفت من جوه شويه كده، لان هم كده برضه كده من على اللسان بتاع الايه الخارجة يعتبر. ما كده كده كلفتهم على الأرضية. اول كام يوم كده تفتح لهم على ايديك كده الزغلول يبقى شايل نفسه او ماسك نفسه، انت فاهم ازاي، احسن ما اللي هو يبقى زغلول صغير. حتى لو طلعتهم صغيرين في قلب اللوفت، بس لما تيجي تفتح لهم يبقى الزغلول شايل نفسه. ليه؟ لان هو لو طلع ورمى نفسه في الشارع يعرف يطلع تاني، لكن ما طلعوش صغير ممكن يرمي نفسه ما يعرفش يتشعبط يطلع. يعني دولت يعتبر اصغر اتنين فيهم، اتنين حلس وبنفسجي اهو. بص بقى يبداوا يطلعوا فين. بص دي مسقه الميه الصغيره اللي بيتسابوا بيها، الحام ده بيتقفل عليه من غير ميه، دي اللي بيتسابوا بيها مسقه صغيره كده بيتسابوا بيها عشان لو الجو شمس ولا اي حاجه كل فرد حمى ياخد له ايه بق ميه وينزل. الله، في اتنين سكرتات. انا ما بحبش يعني السكرته في الطريحه يدمر الدنيا. في اتنين سكرتات اهو طلعوا، عاد معادة وسكرتها واحد. السكرتها يا جدعان بطبيعته بص 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 شايفه نزل عامل ازاي اهو. تعال تعال اهو. بص الزغلول بقى شايل نفسه ازاي، طلع وخد بعضه ونزل مكانه. لكن انا بقى اقوم له راح فين وجه منين كده انا بقلق الزغلول بتاعي. لا، هو الزغلول عامة السكرتات انا في طريحة الزغلول اللي بربيها ممكن اسيبه وبعدين السكرتات تتحط في الاخر، لان هي بطبيعتها الزغلول السكرتة والبنفسجي الرعنين. مفيش سكرتة عندي بيتساب الا لازما يلف الدنيا وبعدين يجي تاني. ده كده يمكن ربنا هديه ان هو طلع ونزل بس كده شوية كده هتلاقيهم يقوموا ايه على البيوت اللي جنبنا. ونادرا يا جدعان اللي هو مثلا ايه يعني سكرتات بتتضرب من حد وكده الا اللي هي بقى ما فيهوش مخ خالص. لكن هي السكرتات بصفه عامه 80% بيبقوا جامدين، قليل منهم اللي هو ايه بيبقى خايف. وطول ما هو زغلول السكرته بالذات او اللجلق بالذات طول ما هو زغلول صغير بيبقى فيه سنه نباهه، فانت ما بتجيش ما بتربوش بقى زي اللي هو استرالي والشام والقصه دي. لا، كل ما بيكبر شويه كل ما بيزيدوا مخ. الزغاليل دي تقفل صمم عليها خلاص دماغها ربطت في المكان. لكن انت مخوفهم وسالقهم زي الزغلول استرالي زي الشامي زي اللي هو جريزلي زي الكلام ده كله بيبقوا ضعفة. لا، الزغلول ده بيبقى مستنبه وفي سنه نباهه، فانت بتبدا اللي انت تنشط له النباهه بتاعته، بتسيبه بتطمنه لان هو بيبقى عارف هو قايم منين وبيجي يحط فين. كل ما بيكبر كل ما بيزيدوا خبره، كل ما بيزيدوا جمدان. لكن في زغاليل تبقى فتوات قوي وهي صغيره وتتدرب وهي كبيره. تمام يا رجاله؟ انت ريحه الزغاليل ايه؟ الشمس النهارده طالعه كويسه.
هو بقى مصلحه ان هم بص طالعين اهم دي الحته دي عشان هم اصلا داخلين في 10 ايام ولا ازيد من 10 ايام قاعدين هنا اهو قاعدين هنا. استحمناهم وطلعوا وقفوا بره الشمس تطلع يطلعوا كده اهو لان هي الشمس ايه بتيجي هنا غير اللي هو ايه اللوفت هنا ده اللي خالص، لكن هنا بره كده الشمس على طول ايه اول ما بتطلع بتيجي في الحته دي في شمس بتبقى حنينه على الزغلول وتفوق الزغلول من التعب، وفي شمس اللي هي بتاعت الصيف اللي هي بتكون سخنه وحاميه في نفس الوقت دي ما ينفعش ان انا اسيب زغلول فيها عشان خاطر اللي هي ما تتعبش الزغلول معايا. الشمس اللي هي تحمي الزغلول اللي هو يكون الجو منسم وفي شويه هواء وشمس حنينه على الزغلول بتاعتي، الشمس اللي هي بتدفي المكان. لكن في شمس الجو بيبقى نار صهد مع سخونيه مع شمس، ده اللي بيفقد طريحه الزغاليل بتاعته. تمام، احنا بنسيبهم كده اهو براحتهم خالص. دولت انا بالظبط كده هي ساعه زمن، ساعه زمن وهلمهم. المفروض الزغاليل دي يا جدعان اللي انا افتح لهم الصبح بدري، بس عشان غصب على الواحد ظروف شغل فهو قلنا ايه نفتح لهم دلوقتي كده كده اللي هي الزغاليل شايله نفسها وتطمن، بس اللي هي حتى لو اطمنت نص ساعه ساعه كده بره وقفلت عليها مفيش اي مشكله. يوم عن يوم عن يوم هتلاقي دماغ الزغاليل دي تبدا اللي هي تركز في قلب اللوفت. طريحه الزغاليل بتفتح لها في اول ايامها، اللي يطلع فوق يطلع اللي ينزل تحت ينزل مفيش اي مشكله. مسافه ما عرفوا طلعتهم ودخلتهم وطلعهم ونزولهم والقصه دي ابدا بقى اللي انا احكم الزغلول بتاعي. عايز اسيبه مع اللوفت يبقوا سايبين على اللوفت ما يحطوش في قلب غيه، عايز انقلهم فوق فيما بعد بسيبهم طالعين نازلين براحتهم، وكل ده هنتكلم مع بعضنا واحده بواحده. احنا مش عايزين ان احنا نطول عليكم، بس هي كده كده اول يوم بيبقى تفتيح للزغاليل ده بيبقى فيه مفاجات كتير. تمام، فانا عشان ما نختمش الفيديو ونرجع تاني نقول لك ايه فيديو جديد، لا احنا هنسيب الزغاليل دي دلوقتي وهنلمهم مع بعض. في اي حاجه بقى ايه قامت اي حاجه شوطت القصه دي هنجيبها مع بعضنا كده واحده واحده. ابقوا معنا هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جدعان. ادي طريحه الزغاليل اهي، كم واحده منهم وقعوا وطلعوا تاني. نبدا اللي احنا نلمهم مع بعض كده. برضه حبينا اللي احنا ايه نوريكم احنا بنعمل ايه. كده كده كنت تحت في قلب السلكات. اللي بيقع يا جدعان ما تشغلش دماغك بيه، اللي يقع كده كده هيجي معاك كلفته هيجمع مكانه، لكن طول ما انت يعني بتخوفه وبتهيبه من المكان بتاعه ممكن لو هو عايز يطلع مش هيطلع بسبب اللي انت ايه فزعه من تحت او مقلعه من تحت اللي هو ايه مطرح ما الحته اللي هو واقف فيها. الاخضر الرايه ده كان واقع على السطح تحت، في مسود هنا برده كان واقع على السطح، فيهم سكرتها فضل يصط كده شويه وجه حط ايه مكانه. تمام، ادي الزغاليل ايه ادي كده هم يعتبر دخلوا اللوفت. المفروض تتشد بالراحه بس الشبكه دي، بس هي عشان لسه اصلا ايه بتلاين يعتبر. اوكي كده خلاص شكرا ليهم النهارده. رفعنا المسقه اللي هي كانوا بيشربوا منها. ادي غاسلين مسقتين.
بص السن ده يا جدعان في حتة لوفت ده يا عم، جربه من الطريحة اللي فات، السن ده هو بيبقى كويس، الزغلول بيبقى طالع صغير في قلب اللوفت، قاعد له 10 ايام ولا حاجة في قلب اللوفت لغاية ما يطلع يتشعبط على البيبانة اللي انت عاملها، او ان كان العلاقات دي وسلك كده داير ما يدور مرر منه فرد الحمل، لما بتيجي تسيبه بيبقى السيبان سهل عليك. ليه بقى؟ لان هو كده كده مقرر من حوالين السلك ده وفرد الحام كتفه مفكوك، فبيعتبر سايب بس من غير شبكة العمراية. فسافة ما بتيجي تفتح شبكة العمراية وهو شايل نفسه، اللي بيقع بيطلع لان هو بقاله شوية قاعد في قلب اللوفت بتاعه، حتى لو جيت شعبت انه بيبدأ اللي هو ينقل وبيعرف الدخلة والخارجة بتاعته ازاي. تمام رجالة، ده الفيديو بتاعنا النهاردة كده، معلش للإطالة عليكم، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله، يا احلى ناس في الدنيا.